بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيد المرسلين، سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، متعكم الله بالصحة والعافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فتاوى عبر قناة البلد الفضائية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ونسأل الله تعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ولي ذلك والقادر عليه، ونسعد كثيرا باتصالكم وتواصلكم عبر الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، هو ولي ذلك والقادر عليه. والمؤمن دائما يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى، وإن ربكم حي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم. والمؤمن يتضرع إلى الله عندما يسجد لربه ويسأل الله خير الدنيا والآخرة، ويدعو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب العبد اللحوح الذي يدعو الله ويلح على الله عز وجل ويسأل حاجته. وما من مسلم يدعو الله بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا جعل له الله بدعوته إحدى ثلاث: إما أن يعجل له الإجابة، أو يصرف عنه بلاء، أو يدخرها له درجة في الجنة كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ويفرح المؤمن بما يرى من آثار الدعاء يوم القيامة، كم دعا الله في الدنيا. ولذلك المؤمنون يفرحون، يقولوا إنا كنا ندعوه من قبل، إنه هو البر الرحيم، دعونا الله واستجاب الله سبحانه وتعالى. والدعاء يستمر من الدنيا لحد الآخرة، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأول الدعاء يكون الحمد لله، والحمد لله أفضل الدعاء كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والحمد لله أفضل الدعاء، لأن ربنا بيده الحمد لله بيقبل الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء الحمد لله. مرحبا عليكم السلام، مرحب بك، التحية لك والبرنامج للفريق العامل. والله مرحب بك، أهلا وسهلا يا أخي الكريم. على علي الشيخ من سنار. علي الشيخ مرحبا يا أخي. بلغ من رضا الرسول عليه الصلاة والسلام منام. عليه الصلاة والسلام. باللهجة السودانية. كيف؟ يعني الكلام باللهجة السودانية. والشكل كيف؟ الشكل شكل جميل يعني أبيض. عليه الصلاة والسلام، يعني لقيتوا نفس الأوصاف الموجودة في الشمائل المحمدية يعني. شكرا يا أخي علي الشيخ، بارك الله فيك يا أخي. طيب مرحبا عليكم السلام، مرحب بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا أختي، مرحب بك يا أختي الكريمة. ألو. معاكي مرحبا، أهلا وسهلا. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برامج فتاوى. مرحب بك. سؤال. تفضلي. أنا يوم من الأيام أستخف. أستخف بيتي. طيب. والاستخارة دي استخرت وطلبت شيء، والطلب اللي أنا طلبت منه صار لازم تمام. يعني طلبت يا ربي جبت هذا الشيء، جاتيه أخير أختيني إياه، وجاتيه صار بعيد عني. طيب وابتعد عنك الشيء ده؟ الشيء ده بس الصلاة، يعني أنا طلبت يقرب مني وبعد عني. لا أنت ما طلبتي يقرب منك، أنت استخرتي ربنا، كان كويس يجي قريب، وإذا كعب يمشي بعيد. ومشى بعيد معناه كعب. يعني أنا ما فهمت إذا كان قريب أو بعيد. طيب يا أختي اديكي العافية. شكرا لكِ. تسمع الإجابة إن شاء الله. يا مرحبا عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف الحاجة؟ تمام. الله يبارك فيك ويسلمك ويحييك يا أخي. فضل المولى مصطفى، إزيك يا أخي؟ فضل المولى مرحب بك يا أخي. كيف الحاجة إن شاء الله؟ تمام. والله الحمد لله والشكر لله يا أخي. يجوا علينا الشيخ. يتفضل. السؤال الأول، الطلاق، طلاق المعلق. يعني شخص قال للمرأة إذا خرجت من البيت أنت طالق. إذا خرجت تبقى طالق طوالي. ولو كان قصد التهديد؟ ولو كان قصد التهديد عند الأئمة الأربعة. أي جزاك الله خير. السؤال الثاني شيخ. أيوة.
شخص اشترى مني يعني مثلا دقيق، عندنا طواحين اشترى دقيق ايوه، ودفع جزء من المبلغ وما تم الواجب، قال لي ماشي اجيب القرش وجاي. طيب ومشى ما جاني راجع. اه فجاني بعد فتره يعني مره زي سنتين ثلاثه. سنتين ثلاثه عديل كده؟ عديل سنتين ثلاثه عديل، وزاد سعر الدقيق. اها فهل اديه بنفس السعر القديم ويتم عليه وبس، ولا اديه بقيمه ال... لا هو فهم شنو كان قال لك غاب لشنو ماله الحاصل شنو قال لك؟ والله قال لي لما طلعت حصل لي ظرف ما قدرت اجيك راجع وانا نسيته على الكلمة. الان انا عندي عندك شوال دقيق دايره. طيب اديك العافيه. الله يجزاك خير شيخنا يبارك فيك. الله يبارك فيك يا اخي. شكرا يا اخي الكريم، يديك الصحه والعافيه. مرحبا يا مرحبا. عليكم السلام. شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. معانا منو الاخ الكريم؟ مرحبا بك. كمال علي. يا مرحب كمال علي يا اخي، اهلا وسهلا بك. الله يرضى عليك. الله يديك الصحه والعافيه. الله يعافيك. تفضل. انا عن السجود دور المتقدم على الشيخ. اه. والله الشيخ قبل ما يسجد في ناس تطبقوا المصلين. في الصلاة يعني؟ أيوة في الصلاة. أيوة. يلا أسير أشياء قبل ما يكبر في السجود. مثل المصلين كم مرة أنا بشاهد ناس بتسجد قبل الإمام. أيوة. لا هو قبل الإمام ولا قبل ما يكبر الإمام؟ قبل ما يكبر الإمام. أيوة. طيب إديك العافية. يعافيك إن شاء الله. شكرا لك يا كمال. يا هلا ومرحبا، مرحب بك. عليكم السلام ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير إن شاء الله. الله يديك الصحة والعافية، أهلا وسهلا يا أخي. مرحبا والله. أنا حقيقة ما عندي سؤال مباشر، لكن دايرك تدينا نصيحة عامة يعني. وفي الزمن يعني في زمن صعب كثير من الفتن والحاجات. ربنا يجنبنا الفتن يا أخي الكريم يا أخي. الأمة الإسلامية يعني أنتم مؤمنين يعني. صحيح والله. ودور المشايخ يعني في المسألة دي كأئمة للدعوة خلفاء للأنبياء. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن نسأل يعني إخوتنا الدعاء نحول المناظر دي إلى مناظر يعني توعية الشباب. إن شاء الله يديك الصحة والعافية. ما نأخذ من المناظر كثير ودائما يديك العافية إن شاء الله يا أخي. طاعات يعني للأمة عامة. إن شاء الله نسأل الله يردنا إليه ردا جميلا. اللهم آمين. آمين يا كريم يا رب العالمين، يديك الصحة والعافية. آمين يا الله آمين، يديك العافية يا أخي. الله يكرمك. مرحب بك. يا هلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. والله الحمد لله رب العالمين. إنه معانا رجال هنا بيخش الحمامات في مارج ما بيأذن طوالي ويصلي، بيجوز نصلي معاه؟ لا بيأذن ويخش الحمامات يجي مارج يعني كيف يعني؟ ما بيتوضى يعني ما شفناه يتوضى. ما يمكن قاعد يتوضى جوا الحمام؟ لا ما توضى جوا. لا قال لك منو؟ طيب اسمع كلامي ما تسألوا أنتوا. الله ما نقدر نزاح. طيب يديك العافية. ايه يجوز نصلي معاه ولا ما يصلي؟ والله يا اخ ما هو الاصل الزول ده بكون يتوضى جوا الحمام يا اخي الكريم. لا احنا متاكدين من الحمام مو في وضاية يعني، هذا يخش حتى الحمام يا مارق ضايع يمكن. لا 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 نحن برضه نحسن به الظن الا تسالوا انتم. لا انا متاكد منه يعني. يا اخي الكريم الحمام فيه مويه ولا ما فيه؟ يا خان متأكد لك انه مصوب. الله المستعان. طيب اديك العافية. شكرا جزيلا. عليكم السلام مرحبا والله. عليكم السلام. السلام. مرحبا بك، اقفل التلفزيون لو سمحت يا اخي الكريم. مرحبا والله. تفضل تفضل مرحبا. السلام. مرحبا بك تفضل. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. عبد الرازق حبيب معك. عبد الرازق حبيب مرحبا بك. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. الله يحييك سلام. بارك الله فيك. تفضل. عندي سؤال يا شيخ. ايوه. تفضل يا عبد الرازق. بالنسبه
حبوب التنظيم اللي بيستخدموا الحريم. ايوه. اي ما هو مدين في ذلك. ايوه. تنظيم الحمل يعني. تنظيم الحمل يعني. ايوه يديك العافيه. الله يعافيك. شكرا يا عبد الرازق. بارك الله فيك. مرحبا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندنا سؤال بدنا نسأله الشيخ. اهلا وسهلا مرحبا بك يا اختي الكريمه. أهلا. تفضلي يا اختي. تفضلي. ايوه بدي اسال الشيخ. بتكون حامل ومطلقه. معليش يعني هي زوجها طلقها وهي حامل؟ آه. ها السؤال عن شنو؟ عن العده بتاعتها ولا عن شنو؟ لا. ها. الطلقه الاولى ورجعها. ما هي حامل طلقها بعد ذاك رجعها قبل ما تلد. اي. طيب السؤال؟ الطلاق بيقع والرجعة بتقع يعني دي اتطلقت ورجعت فات منها حبل باقي لها حبلين تاني يعني. يعني هاي الطلاق بيقع طلاق الحامل ما مذكور في القرآن الكريم رب العزة والجلال قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كيف؟ كيف مثلا ما طلقها في زعلة في غضب يعني غضب شديد؟ ايوه يعني ما زعلة كده يعني. لا دي بعد داي ما الا نعرف نحن نسمع من الزوج عشان نشوف مدى الغضب ده كيف وكده لكن تسمع الإجابة إن شاء الله. إن شاء الله. الله يحييك يديك العافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا تفضل يا اخي. الله يكرمك بارك الله فيك. الله يحييك ويسلمك. الحمد لله رب العالمين. مرحبا تفضل يا اخي. الله يسلمك فتاوى طبعا. ايوه نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين. زي ما بقولوا مثلا الشاليات يعني نعم في المنزل كيف؟ موضوع اشكاليه في المنزل. اشكاليه في المنزل؟ هاي مع الزوجة مثلا إذا طيب اها الحاصل شنو؟ يعني مثلا زي ما بقول نقاش كده يعني مفاهمة زي ما بقول حاجات طيب بين الزوجين اها نعم يعني أحيانا كده يعني واحد يتكلم ويكون واحد منفعل حاجة بسيطة كده واحد تلقاه فاير كده أيوة أنت بتزعل عن شنو مثلا؟ يعني حصل يعني اثناء الانفعال ده حصل طلاق ولا قصدك شنو انت؟ لا 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 بس مناقشات. مناقشات ايوه دي بتحصل في اي بيت يا اخي الكريم اخونا منو انت؟ انا رضوان ادم يحيى. يا رضوان ادم يحيى. يديك الصحة والعافية يا اخي. يديك الصحة والعافية، شكرا لك. يا هلا ومرحبا عليكم السلام. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف ان شاء الله كويس يعني. والله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب يديك العافيه مرحبا بك انا ادم صالح اسماعيل ادم صالح اسماعيل اهلا وسهلا يا اخي الخرطوانه والسكه بمرض السكري ما قدرت نصوم رب يديك الصحه والعافيه واطعمته ولا ما اطعمته والله يا مولانا يا علي ما الله ما عندي ليه نفسي ذاته ما عندي يا سلام ربنا يرزقك قول امين اللهم امين هو الشهر كله فطرت ولا فطرت جزء وصمت جزء؟ اول يوم صمت لغايه باقي لي 10 دقائق بتراس اللفه ما قدرتها. يا سلام يا. برضه ثاني يوم برضه عملت زي ده برضه ما قدرتها. والله ربي يديك العافيه يا ادم يا اخي، ربي يديك العافيه قول امين. الحمد لله ومشيت للدكتور وانا ورثته اعراض قال لي والله يا اخي السكري ده انت بنفسك بس تنظمه. ايوه. ليه حتى انا ما قادر يصوم وكذا الحكايه دي يحصل كيف؟ ان شاء الله ربي يواليك بالعافيه يا اخي. ايوه يعني ما الله صحيح في اليومين ده في عنده نتائج. يا سلام يا اخي ربي يديك العافيه يا اخي. اللهم امين. الله يسلمك يا اخي. حتى عمل لي قلق ما قدرت اصوم السنه ده والله فاهمني تعب شديد خلاص. ان شاء الله ربنا يواليك بالعافيه قول امين. امين امين يا امين يا رب. امين. الله يديك العافيه شكرا لك. شكرا لك. الله يبارك فيك الله يعافيك. شكرا الله يسلمك.
طيب نحن مستعينين بالله، بحول الله وقوته وعونه وتوفيقه وإذنه ومشيئته، إن شاء الله تعالى نجي للإجابة على هذه الأسئلة. ونبدأ بالأخ الكريم، بالأخ الكريم علي الشيخ من سنار، رؤيا النبي الكريم في المنام، اللهم صل وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم ده شيء عظيم والله، عظيم شديد، ده دي بشارة، بشارة في الدنيا والآخرة. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمؤمن إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فهذه بشرى عظيمة. والشيطان لا يتمثل في صورة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في صورة قريبة تشوش على الإنسان إنه ده النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما النبي، لكن ممكن يجيك في صورة بعيدة جدا جدا ويقول لك أنا النبي، ممكن يدعي هو الشيطان، ممكن يقول أنا لا الله لا إله إلا الله، فلكن ما بيقدر يجي في صورة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكونه بيتكلم معك بلهجة سودانية ما مشكلة، يعني ما بيأثر في الرؤية بشيء، المهم الهيئة والشكل الذي رأيته إذا كان هي أوصاف الحبيب. اللهم صل وسلم على حبيب الله صلى الله عليه وسلم، فقد رآني حقا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يأتي أقوام بلهجات عربية، كالذي قال: هل من أنبير أم صيام في أم سفر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ليس من أنبير أم صيام في أم سفر. فتكلم معه بلهجته. ولما الأعرابي قال: يا محمد، قال عليه الصلاة والسلام: ها أم، بذات صوته وبذات مدته التي مداها. فعلى كل حال إن شاء الله يكون خير يا أخي الكريم، وربنا يرزقنا في الدنيا زيارته، وفي الآخرة شفاعته، وفي العمل متابعته، وفي القول موافقته، وفي القلب محبته، وفي النوم رؤيته، وفي الجنة مرافقته، يا أرحم الراحمين. أختنا بتسأل من صلاة الاستخارة: يا أختي الكريمة، الاستخارة أنت بتستخيري الله، يعني فوضت أمرك لله، يا الله أنا ما بعرف حاجة، يا الله أنا ما بعرف حاجة، الشيء ده ينفيه خير تم لي، وينفيه شر أبعده عني، ده معناه كده. فالاستخارة دي تجرد كامل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يسمي الأمر، خير لي في ديني ومعاش وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاش وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فالواحد بيستخير الله وربنا يستجيب له إن شاء الله تعالى. يلا، هنا في أشياء كويس إنك فتحت لنا باب الاستخارة يا أختي الكريمة، على أساس إنه نحن دايرين نتعلمه. والله الاستخارة يا إخواننا، جابر بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه عن أبيه، هو صحابي ابن صحابي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص إنه الناس يتعلموا السور ويتعلموا القرآن الكريم، كان حريص إنه يتعلم الاستخارة. وتاني الاستخارة الواحد يقوله بذات الدعاء النبوي، يعني ما يقوله بالمعنى، زي ما القرآن نحن بنقرأه بمعنى وبنقرأه بنص ربنا نزله سبحانه وتعالى، كذلك الاستخارة. عشان كده المحافظ الدعاء يقرأه، يعني بعد ما يصلي يسلم يقوم يقرأ الدعاء. طيب الاستخارة أي ركعتين غير الفريضة يا إخواننا، كويس؟ الرغيبة بقى استخارة، تحت المسجد استخارة، صلاة الضحى استخارة، سنة قبلية استخارة، سنة بعدية استخارة، صلاة الشفع استخارة، ركعتين لوجه الله استخارة. يعني أي ركعتين غير الفريضة أنت ممكن تبقيهم استخارة، كويس؟ دي ناحية غير الفريضة، يركع ركعتين غير الفريضة ثم ليقل، بعد ذاك ذكر الحديث. طيب بعد ما قرينا صلينا الركعتين نقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. حقيقة بعض العلماء نص الإمام النووي رحمه الله قال: استحب أصحابنا وكثير من السلف استحبوا الإخلاص والكافرون، والإخلاص والفاتحة والكافرون الركعة الأولى، والفاتحة والإخلاص في الركعة الثانية. بعد ذاك تقرأ أي حاجة بالمناسبة، حتى لو قريت الفاتحة فقط أو ما تيسر من القرآن. بعضهم استحب تقرأ يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. المهم تستخير الله بأي ما تيسر من القرآن، كويس؟ صليت الركعتين، عملت التشهد، تسلم، تقول الدعاء بعد السلام. طيب الدعاء نقوله بعد السلام ولا قبل السلام؟ أكثر الفقهاء بعد السلام بما فيه الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى.
وبعض الفقهاء قالوا لا أفضل قبل السلام زي ابن تيمية وهي رواية عند الحنابلة. كويس، فممكن انت مرة تعمل قبل السلام، مرة بعد السلام، ممكن تعمل قبل السلام وتاني تعيده بعد السلام، لكن ركز على بعد السلام وتقول الدعاء. طيب بعد ما قلنا الدعاء، في واحدين يقول لك في رؤية منامية بطراء، لا 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 ده كله ما وارد، ما اضطر ما اضطر ده ما خاش معانا أصلا. إذا رأيت خير وبركة ممكن تشوف لك حاجة سمحة كده تتفائل زيادة ماله، لكن النتيجة النهائية ده الخير. الموضوع تم خير، الموضوع ما تم خير، فالبيبقى كله خير إن شاء الله. بعدين في حاجة تانية في الاستخارة، الاستخارة دي رصيد بالمناسبة، ما انت بتقول يا الله الشدة كان تعلم انه خير لي، وانت بكل شيء عليم يا الله، اذا فيه خير يسر لي واكتب لي ووفقني لي وكده كويس، اذا ما فيه خير يا الله اصرف عني واصرفني عنه بس كده، لا اكتب لي الخير بدله، اكتب لي الخير بدله، صرفته عني اي اديني البديل يا الله. فالاستخارة عظيمة والله، الاستخارة عظيمة دي يعني ربنا يجعلها، وشرع الرسول الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بتخلي العبد في صلة بالله، في صلة بالله. يعني عشان كده قال لك الأمور كلها، أي أمر تستخير، دار تتزوج استخير، دار تطلق استخير، دار تسافر استخير، دار تشتغل استخير، استخير الله في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. والاستخارة برضو شنو ممكن تكررها، يعني ما مرة ولا مرتين، لحد ما الموضوع يتحسم، لحد ما الموضوع يتحسم. يعني مثلا انت خطبت او رشحوا لك واحدة، طيب تستخير الله كل مرة تستخير، لحد ما في النهاية يا ادوك ليها والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، يا قال لك يا اخي الله عليكم يسهل علينا يمهل، والحمد لله برضو الذي تتم بنعمته الصالحات. أنه أنت تستخير لحد ما الموضوع يتحسم يعني. فضل المولى مصطفى من الزاكياب، الطلاق المعلق بقع يا فضل المولى، في المذاهب الأربع يقع، في ناس هاي في ناس بيقولوا التهديد والنية، فابن تيمي الله يرحمه ومعاه من السلف ابن القيم وجماعة وافقهم، لكن ما عليه جماهير الفقهاء بما فيهم الأئمة الأربعة أن الطلاق المعلق يقع، وقع الشيء المعلق ده وقع الطلاق وقع، والشيء المعلق ده ما وقع الطلاق ما وقع. قال لك أما مرقت زي ما انت قلت، قال انت طالق مرقت طالق، ما مرقت ما طالق. فده الراجح من أقوال أهل العلم، ونحترم القول الثاني والله. أخونا الكريم قال في واحد اشترى منه دقيق كويس وغاب، غاب سنتين ثلاث سنين، اشترى دقيق، أي الشوال دقيق، قال أي. طيب هو الزول ده طبعا قصر، يعني كونه اول حاجه مفروض يوريك الدقيق ده، لانه الدقيق ده طبعا ما حاجه ذاته بتتدخر، يعني الدقيق ده ما عنده مده زمنيه بتنتهي فيها وبيبوظ فيها، وانت اكيد طبعا حتكون اتصرفت فيه. يلا الزول ده قال لك الدائره الدقيق حقي، تديه حقه كامل يا اخي، ما خلاص الزول ده ما طالبك شوال، طالبك شوال اداك ثمن الشوال الزمن داك، بقى عنده شوال عندك، جاك 200 اي وقت تديه الشوال. اقول لك تصرفه ما كريم، لكن ده حقه تدي له، تديه الشوال. كمال علي قال في ناس بيسبقوا الإمام، أي والله في ناس بيسبقوا الإمام. يلا قال مسألة السجود، أنا قبل قلت لك هل يسبقوا في السجود ولا في التكبير، لأنه هو طبعا يا إخواننا في تكبيرة الانتقال، تكبيرات الانتقال دي بتكون لحظة الانتقال، يعني لا أنا واقف لا أنا وصلت السجود، ده وضع التكبيرة كده ده كويس. طيب في ناس بيكبر هو واقف، ليه؟ عشان الميكروفون. يلا هنا الناس مرات بيزيدوا قباله، ده غلط من الإمام. وفي ناس بيكبر بعد ما يصل تحت، ليه؟ عشان الميكروفون، ده أحسن من الجبيل. هنا يا إخواننا في بعض شاف لي مقاطع يقول لك ما عارف في حاجات وعمل حسابك وصل بطبطل، ما بطبطل اللي ببطلها شنو؟ يقول لك الواحد ما عارف تكبيرة الانتقال، وقت الانتقال ولما تكبر بعد وصلت بطلت، قال لك بطلت منه، ما بطلت الصلاة، ما بطلت. بعدين بالمناسبة يقول لك يعني تبطل صلاتك عشان الوراك، لا أنا ما بطل صلاتي، وراي صلاة الوراي، الإمام ما مسؤول من الوراو ديل، فالإمام مسؤول يسمع الناس الوراو. فإذا كان أثناء الانتقال أنا ما حيسمعوني لأنه المايك قاعد تحت، أحمل التكبيرة تحت، أنا داير الناس ديل يتابعوني يا أخواننا، الناس اللي بيصلوا وراي ديل
طيب انا قلت الله اكبر في النص كده، لا بقيت مع المايك فوق ولا بقيت مع المايك تحت، وزاته ما حيعرفوا اني نزلت ولا ما نزلت. فلذلك الامام بيراعي المساله دي اخوانا، يراعي المساله دي ويراعي حاجه تانية مهمه، يراعي انه الناس ما يسبقوا، الناس ما يسبقوا، يعني اهون الناس يتاخروا عنه شويه ولا يسبقوا يصلوا قباله كويس. فيلا الواحدين شافوا الامام نزل، الامام لسه ما كبر، فهم نزلوا لكن ما مست جبهتهم الارض الا بعد سجود الامام، فدي ما فيها مشكله ان شاء الله تعالى. لكن دائما نتذكر يا اخواننا انما جعل الامام ليتم به، النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تسبقوني بقيام ولا ركوع ولا سجود، ما تسبق الامام، فانت بتكون ورا الامام، هو الاصل الاتباع المتابعه للامام. في حاجه اسمها الموافقه، دي غلط، يعني مع الامام كبر معه في نفس الوقت، ركع معه في نفس الوقت، سجد معه في، لا دي موافقه غلط. في التخلف عن الامام، لما الامام يفوت له ركن ده بيبطل الركعه دي، يعني الامام سجد لما قام من السجود انا لسه يا داب جاي اسجد، لا كده دي الركعه راحت علي. سمع الله لمن حمد، انا لسه راكع لحد ما الامام نزل للسجود انا راكع. ولا الجلسه بين السجدتين، تلقى الواحد ساجد الامام جلس وتاني سجد، غلط. وبرضو الائمه يراعوا الناس، في الائمه الحركه بيعملوها سريع، يعني بين السجدتين قبال ما ده يقوم زين تلقاه سجد السجدة الثانية. فالموافقة غلط، موافقة الإمام غلط، المسابقة للإمام غلط، نسابق الإمام نعمل قباله، التخلف عن الإمام والتأخر لحد ما يفوت هيئة غلط. المطلوب شنو؟ المطلوب الاهتمام والمتابعة مع الإمام. أخونا قال نصيحة عامة عن الفتن، والله يا أخي كان قلت لي نصيحة عامة، أقول قالوا الرسول اللهم صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، الفتن المخرج منها كتاب الله، كتاب الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يأتي زمان على الناس قال فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا يصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، القابض فيه على دينه كالقابض على جبرة من نار. قالوا ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله، المخرج كتاب الله، المخرج كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، نعمل بما جاء في كتاب الله، نحي الحلال ونحرم حرام ونعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه ونتلوه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه عنا. فالمخرج كتاب الله من كل الفتن، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، والمخرج اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله تعالى. أخونا الكريم كلامك غريب والله، قال عند واحد بيدخل الإمام، ما بيدخل الحمام وما قال ولا بيتوضى ولا حاجة، بيجي يأذن ويقيم الصلاة ويصلي. يا أخي الكريم، ما أنا دايرك أنتوا ما تسألوا ماله، ما تخافوا منه، شنو عنده شنو يعني، بالراحة بالحسنة كده قول له الحاصل شنو يا أخي، لأنه الزول ده احتمال بيكون بيتوضى جوا بالمناسبة. لكن إذا فعلا تبين إنه ما بيتوضى ما بيدفع إمام، اشتكوه أنتوا ذاته ما تسكتوا عليه، اشتكوا اذا بقى معين في الجهه اللي انتوا فيها دي، اشتكوا اذا بقى، المهم ما يبقى امام. فلكن نتاكدوا عشان ما تاخذوا الناس بالظن نساي. اخونا عبد الرازق حبيب، تنظيم الحمل ما فيها مشكله، بس لا بد من التراضي والتشاور بين الزوجين، لا بد ان يكون عن تراض وتشاور بينهما، منهما تشاور بينهم، بين الزوجين يتشاوروا يتراضوا. فما بجوز الراجل يجبر المرأة على التنظيم، ولا المرأة تجبر الراجل، ولا تستعمل بوراء بدون ما توريه، ولا لا 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 بد التراضي والتشاور بين الزوجين، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى. يلا في حاجة اسمها تنظيم، وفي حاجة اسمها تحديد، وفي حاجة اسمها قطع. طيب قرارات المجامع الفقهية الإسلامية العالمية، التنظيم يجوز بالتراضي والتشاور، التحديد ما صح، تحديد ما صح، ننظم أي كويس وتحديد لا، القطع برضو ما صح، إلا إذا كان خطر على حياة الأم، حياة دي للهلكة كده
اذا قطع ما يقطع، اذا بيقطع بيؤدي للهلكه لكده. الاطباء قرروا انه الرحم ده يتقفل، يستقصى للمهبل، يستقصى ده ماشي تاني، ده موضوع تاني. لكن براهم كده من نفسهم يقطعوا الحمل لا ما صح. يبقى التنظيم ما فيه اشكال، لكن لا بد من التراضي والتشاور بين الزوجين. طيب اخوتنا سالت الاسئله او سؤال بالنسبه لطلاق الحامل، بيقع طلاق الحامل لانه مذكور في كتاب الله عز وجل اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. طيب رجع الحامل في عدتها، الحامل عدتها 200 عدتها لحد ما تضع ولدت اي ثاني العقد الجديد. عقد جديد يعني شنو؟ يعني يجي يطلبها وهي توافق واهلها يوافقوا وابوها يوافق ويعقدوا له وكده. ده اذا العده اذا ولدت. اما قبل الولاده بعولتهن حق بردين في ذلك، العده لسه شغاله معاه. طيب يلا ده موضوع، لكن هي موضوع قالت اذا كان في غضب شديد. طبعا غضب شديد انا اديك اجابه بالاجمال، لكن الغضب الشديد ده هم هو الزوج اللي بيحدده يا اختي. قال رسول الله، صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. إغلاق ما معنى إغلاق؟ إغلاق يعني قفل. إننا بدأ يقول لك أزول أزول ده قفل ولا قفلت معه. أهم مقياسه شنو؟ مقياسه إنه فقد أعصابه. في ناس الفقهاء واحد يقول لك فقد الوعي ولا ما عارف بقى لا يفرق بين السواء. لا لا لا، نحن ما دعنا ودعا للبعيد ده، لكن إنسان فقد أعصابه خلاص، لما الكلام مرق منه كده حاجة ما قاصده بس حاجة فلتت من خشمه، ده الطلاق ما بيقع معه. الطلاق ما بيقع معه، لا طلاق في إغلاق، والزوج هو الذي يحدد هذا. ما شيء غضب، لا، الغضب الخلاص فقد الواحد، فقد أعصابه، فقد وعيه، فقدوا المنطق زي ما بقوله، لأنه هو الزول اللي بيطلق أصلا زعلان. ما هو اللي بيطلق ده يا زعلان من المرأة، يا زعلان من أهله، يا زعلان من أي حاجة ثانية، يا زعلان من نفسه ذاته. يعني ما في زول فرحان كده بيجي يطلق، بيكون زعلان. لكن الطلاق ما بقع في حالة الغضب الوصل مرحلة بعيدة لحد ما فقد الزول التصرف. أخونا رضوان آدم يحيى، ماذا عن المشاكل بين الزوجين؟ المشاكل بين الزوجين الصلح خير، الله قال. الزوجين ما بيناتهم رباط عظيم يا أخي، مش كده؟ أي رب الله ما قال يا أخي وأخذنا منكم ميثاقا غليظا قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الله قال من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزوجين بينهم المودة وبينهم الرحمة وبينهم الإلفة وبينهم المحبة، دي آية من آيات الله. والميثاق الغليظ، أيوة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالأشياء بينهم كبيرة الزوجين، عشان كده دائما يمشوا الأمور إن شاء الله تعالى عشان تستقيم الحياة. قال رسول الله، صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. إذا كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، مشي الأمور. والحديث النبي عليه الصلاة والسلام النساء خلقنا من ضلع أعوج. في نسوان يزعلوا، ليه ما تزعل؟ الحديث ده في صالحك بالمناسبة، الحديث ده في صالحك، انت كان فكرت كويس، الحديث ده في صالح المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام قال النساء خلقنا من ضلع أعوج، فأعلى ما أعوج ما في الضلع أعلى، قال إن استمتعت بها استمتعت بها عوجاء، إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسر طلاقة. يعني شنو في صالح المرأة؟ كيف يعني ما حتقدر تستقيم لك 100% كده؟ ما بتلقى دي أصلك، ما بتلقى، ولا تضغوش نفسك دار تستمتع بها كده. أي عوجة أرضى بعوجة بالنقص اللي فيها ده أقبل به، دار تقويمة بالقوة كده بتكسيرها، فده في صالحة. برضو حديث النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسيا بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد، وفي رواية فاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يعني خلاص بابه يتقفل النسوان ده، هذه حتجيب لك الكمال من وين؟ خلاص تاني ما في، لم يكمل من النساء إلا كده الباب يتقفل.
ده برضو في صالح المرأة. يا الرأي زعل أي ما ليش نحن ناقصين الكمال. ربنا قال النبي عليه الصلاة والسلام قفل الباب. والكمال كامل لله وحده جل جلاله سبحانه وتعالى. لكن انت يا راجل فتش كم تم الناقصة انت تم الناقصة يعني. ربنا يصلح الحال دائما دائما. الصلح خير يا اخواننا, نتذكر الصلح خير, ونتذكر انه المناقشات المناوشات والمناقشات بيسموها شنو تاني الشكل يعني بين الناس بيجيب الفقر, بيجيب الفقر. الشكل ما كويس. حتى الشفع في البيت لما يشاكلوا صالحهم سريع سريع ما دايرين خصوم. الخصومات دي بتجيب الفقر والله. تلقى ناس متخاصمين لهم فترة من الزمن ده والله عملهم ذاته ما ماشي لي فوق. المتخاصمين عملهم ما ماشي لي فوق فبيجيب الفقر. أعوذ بالله من غضب الله. أخونا آدم صالح إسماعيل من الخرطوم, رب يديك العافية يا آدم صالح. قال عنده السكري والسكري ما قدر يصوم مع السكري. طبعا مريض السكري ده ما عنده عذر أصلا. إذا 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 صام صام كويس, إذا بيقدر يصوم يصوم وأجره ماشي وأجره كبير إن شاء الله. وإذا ما بيقدر عنده رخصة. يلا هو سؤاله الأساسي في كلامه ده, إذا الإنسان عليه صيام كويس وما قدر يصوم انتقل للفدية. حق الفدية ذاته ما عنده, حق الفدية ما عنده, بتبقى عالقة في الذمة يا أخي الكريم يا أخونا آدم صالح إسماعيل. بتبقى عالقة يعني معلقة في ذمتك دي متين ما الله فتح عليك. والله يفتح عليك, قول آمين. الله يفتح علينا وعليك. الله فتح عليك تطلع, ما لقيت ما عليك حاجة إن شاء الله تعالى. متين ما ربنا فتح عليك بتطلع. دي يمكن الأسئلة اللي وردتنا. هل مرحبا, مرحبا عليكم السلام. يا هلا ومرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور محمد الأمين إسماعيل, تحية خاصة من الأهل من مدينة النهود معاك يونس وكل عام والأمة السودانية. مرحبا يا أهلنا أهل في مدينة النهود في جميع العالم, نتمنى لهم عيد سعيد إن شاء الله. الله يديك الصحة والعافية. مرحبا بك يا يونس. لا ولله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها بعد أن كافن إلى أهل الآيات. الحمد لله رب العالمين, الناس طلعوا من صيام رمضان يعني يا ريت لو تستفيد لنا بالآية إن شاء الله. رمضان استفدنا منه, خلينا السجاير وخلينا الصاعوض وخلينا الخمرة وقراية القرآن ما يكونوا خليناه يعني, والمصحف صار تدمق العربية قدام بس يعني رسالة جميع الناس إن شاء الله يعني. ما شاء الله رمضان مشى بالسلام, ولا نكون كالذي نقض الغزلة بعد أنكاسة من بعد قوة أنكاسة بقوة الأنكاسة. أيوة. دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة وانتظر الساعة. ما هي الأمانة الذي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي زمان يكسر فوق الهرج والمرج. ما هو الهرج والمرج الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ونحن يا شيخ محمد أمين إسماعيل في مدينة النهود أو في جميع السودان عندنا مشكلة في التربية يا شيخ محمد أمين إسماعيل. هل التربية مسؤولية الأم ولا التربية مسؤولية الأب يا شيخ محمد أمين إسماعيل؟ حتى نحن تضع طويلة المعذبة الناس دي. العيال ديل ما جنازلين من السماء فوق, ديل أولادنا وأولادنا. طيب يا أخي حتى التربية بالسموع. البنات بربوهم العوين والرجال بربوهم الرجال. يعني دائما نعرف التربية دور شنو, والتربية تبدأ من بتنحل من اختيار الزوجة ولا في البيت. والله جاء مخصوص معي مهم وخلص. طيب شكرا يا يونس, يديك العافية يا أخي يونس. لو من النهود نحن نكتفي بأسئلتك دي لأنه ما شاء الله أسئلة كثيرة دائرة لها حلقة كاملة. قال الله جل جلاله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. الآية امرأة قصتها امرأة مجنونة كانت في مكة, كانت بتغزل تغزل تعمل غزل تعمل الستائر والملايات والفرش والسجاجيد وحاجة عجيبة جدا كويس. بعد ما غزلتها تنقضها من أول جديد, تاني تغزلها تاني تنقضها تاني تغزلها تاني تنقضها. في النهاية ما تدخلت لها كيمان, ما خلت ولا حاجة, نقضته كلها. الناس يتحسروا. ربنا جعل مثل سبحان الله في القرآن. يعني الله قال يا عباد الله إنتوا عبدتوا الله وطعتوا الله وكده ما تجد تبطلوا أعمالكم تاني وتنقضوا الغزل اللي غزلتوه. وزي ما قال الأخ يونس يعني في رمضان الناس في عبادة وطاعة, ونسأل الله يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في طاعة الله ومرضاة الله تعالى.
الإنسان يستمر على الطاعة والعبادة. طبعا العبادة في غير رمضان ما حتكون قدر رمضان، وإلا ميزة رمضان شنو؟ لكن ما تنقطع. حتى لو نوافل، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، مع أنه قيام الليل نافلة. وأحب العمل إلى الله دومه وينقل، والله قال: عبد ربك حتى يأتيك اليقين. يسأل عن الحديث: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: ومتى تضيع الأمانة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. الأمر ما الدول الإنسان الكفء فعلا بيشيل الشيلة يعني، وسد الأمر إلى غير أهله، دي من علامات الساعة. فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، زي ما قال الحبيب، اللهم صل وسلم على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ضيع الأمانة من علامة الساعة قلة الأمانة بين الناس. يعني حتى يقال في بلدة كذا رجل أمين، النبي عليه الصلاة والسلام قال: داخل الزمان، أعوذ بالله يا أخي. وقال عليه الصلاة والسلام حتى يقال عن الرجل: ما أحسنه، ما أجلده، ما كذا ما كذا، ولا ثمة أمانة فيه. زول ما أمين تلقى حرامي، الناس يشكروا فيه. فدي من علامات الساعة. الهرج القتل، يكثر الهرج آخر الزمان. قالوا: يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل 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 بتاع الفوضى يا أخوانا. قال عليه الصلاة والسلام: حتى لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. المقتول فيما قتل دي معقولة، القاتل فيما قتل ذاته ما عارف، سايقنه ساي كده، ده بس قطيع بس. دي من علامة الساعة. ربنا يجنبنا الفتن والله يا أخي يونس. التربية والله مسؤوليتنا كلنا، أي مسؤولية الوالدين. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، صح صح. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أي. لكن المجتمع كله مسؤول، البيت مسؤول، المدرسة مسؤولة، الخلوة مسؤولة، المسجد الجامع مسؤول، كلنا مسؤولين، مسؤولية جماعية. القوات النظامية مسؤوليتها كبيرة برضو، حفظ الأمن واستتباب الأمن ده برضو مسؤول. وفي حاجات ربنا بيزع بالسلطان ما لا تزع بالقرآن. في ناس كلام الله والقرآن وده ما بجيبهم، بتجيبهم الردع ويجيبهم القوة. هي مسؤولية جماعية فعلا. لما نستحضر المسألة دي وأي إنسان تديه الشيء المناسب معه كده مرقنا لشاط الأمان. نحن وصلنا نهاية الحلقة يا أخوة الأخوات، وشاكرين لكم جزيل الشكر والله، والتحايا من الفريق العامل، كلهم منتظرين منكم دعوات صالحات، أشركم في الدعاء الصالح. وإن شاء الله بإذن الله يتجدد اللقاء إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، دمتم في عون الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.